السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي في هذه الحلقة ديال اليوم. هذه الحلقة اللي غنشارك معكم فيها واحد جوج ديال الوصفات، وصفات يعني أكيدة لتنزيل الدورة الشهرية، وصفات مجربة، وصفات لن تحتاج مني أنني نشكرها لكم. يمكن لكم توجهوا القناة تجربوا حكم هذه الوصفات مطروحة منذ مدة، توجهوا التعليقات ديال الوصفات لتنزيل الدورة الشهرية ديال الشيح أو ديال الزعفران، وغادي تشوفوا الأخوات اللي نجحت معهم هذه الوصفات. بالنسبه لهاد جوج ديال الوصفات اللي غنشارك معكم اليوم هما لتنزيل الدوره الشهريه المتاخره. قبل استعمال اي وصفه اخواتي، الا كانت الاخت مزوجه، ضروري انني قبل ما نستعمل الوصفات انني نعمل فحص ديال الحمل، باش الا كنت حامله يعني ما نستعملش الوصفات، لان هناك بزاف ديال الاخوات اللي تيكونوا عندهم في مرحله الحمل الشهور الاولى ما كيكونوش عارفين بانهم حاملات، وكتقطع لهم الدوره الشهريه وكيبداو يقلبوا على الوصفات باش ينزلوا الدوره الشهريه. اول شيء غادي نعمل الا كنت مزوجه قبل ما نستعمل الوصفات، غادي ناخذ يعني الا كنت مزوجه كما ذكرت لكم غادي نعمل تحليل ديال الحمل. الى يعني الى ما طلعتش حامله غادي نتوجه عند الطبيب باش نعرف السبب ديال تاخر نزول الدوره الشهريه على الموعد ديالها، لان بزاف ديال الاخوات اللي كتاخر لهم مده ديال 6 شهور يعني يلتجؤوا مباشره للوصفات، هذا خطا. خصني نعرف السبب ديال يعني علاش انقطعت عليا الدوره الشهريه، لان هناك العديد من الاسباب، منها سن الياس المبكره. بزاف ديال الاخوات سن صغيره يعني 24 26 توقفت عليهم نهائيا، ما بقاش كتنزل لهم الدوره الشهريه ومشاو عند الطبيب، هو يعني ما عندهم حتى شي مشكل وما بقاش كتجيهم الدوره، يعني سن ياس مبكره. فاش غادي نمشي عند الطبيب؟ ولا قال لي الطبيب ما عندك حتى شي مشكل، يعني لا ما عندك حتى شي مشكل صحي، عاد المرحله الثالثه ننتقل للوصفات الطبيعيه باش ننزل الدوره الشهريه. هاد جوج ديال الوصفات هما وصفات يعني مجربه، عطاو نتائج اكيده وما يحتاجوش انني نشكرهم لكم. يمكن لكم تجربوهم وتردوا عليا في التعليقات الا ما كانش عندكم حتى شي مشكل صحي، كونوا على يقين ان الدوره الشهريه غادي تنزل. الوصفه الاولى غادي نحتاجوا فيها كيف ما كتشاهدوا الشيح، عشبه الشيح اللي عرف لها شي اسم اخر يمكن له يشاركوا معنا، جزاكم الله خير، يشاركوا معنا في التعليقات باش الاخوات يستافدوا من هذه العشبه هذه، لان كتنزل الدوره الشهريه. وايضا المكون الثاني كيف ما كتشاهدوا هو الزعفران، شعيره الزعفران. بزاف ديال الاخوات ما كيعرفوش فين كيتباع الزعفران، كيتباع في يعني في المعشابات او كيتباع في سميتو في عند الناس اللي كيبيعوا المجوهرات، ضروري اننا ناخذوه من مصدر موثوق، لان الزعفران يعني فيه بزاف ديال انواع مغشوشه. الا خديتو الزعفران حر 100% غادي يعطيكم النتيجه وغادي تحصلوا على النتيجه المرغوبه وغتنزل لكم الدوره الشهريه. طريقه ديال استعمال ديال المكون الاول ديال الشيح، طريقه بسيطه، غادي ناخذ معلقه ديال الشيح ديالي، يعني الشيح منقوم نحاول انني ما نقومش بالغلي ديالو، غادي نقوم باخذ هاد الملعقه وغادي نشللها بالماء البارد، معلقه صغيره ديال الشيح نشللها بالماء البارد، عاد يمكن لي ندير عليها الماء الساخن. من بعد نقوم نصب عليها الماء الساخن، نخلي نغطي هذا المشروب هذا ونخليه واحد المده ديال 5 دقائق، ومن بعد نقوم بالتصفيه ديالو والتحليه طبعا، لان كتعرفوا الشيح مر، نقوم بالتصفيه ديالو ونشربو. هذه الوصفه هذه كنستعملوها 4 المرات في اليوم. تنستعملوا هذه الوصفه هذه الا كنتي كتعرفي موعد نزول الدوره الشهريه، كنبداوها بعد الوقت ديال قبل الوقت ديال نزول الدوره الشهريه بثلاث ايام، قبل وقت نزول الدوره الشهريه بثلاث ايام نبدا باخذ هذه الوصفه، كأس قبل وجبة الإفطار، كأس قبل الغداء، كأس قبل العشاء، وكأس قبل النوم، يعني 4 مرات في اليوم لمدة 3 أيام فقط. كاين هناك بعض الأخوات اللي نجحت معاهم في اليوم الأول، نزلت لهم الدورة في اليوم الأول بعد استعمال هذه الوصفة تاع الشيح، كاين بعض الأخوات اللي نزلت لهم في اليوم الثاني، وكاين الأخوات الأخرين نزلت لهم في مدة 3 أيام بعد استعمالهم لوصفة الشيح.
وصفة الشيح كتخاد قبل موعد نزول الدورة بثلاث أيام، كتخاد أربع مرات في اليوم. كأس كنحضره بنفس الطريقة قبل الإفطار، ونفس الطريقة نحضره قبل الغداء، قبل العشاء وقبل النوم أربع مرات في اليوم مع التحلية بالقليل من السكر أو العسل. وطبعا غادي نقوموا بتصفية ديال هذا الكاس هذا باش ناخدو شاي سخون ديال الشيح ونحميو نفوسنا من البرد. إلى ما نزلاتش غادي تكرر الوصفة في الشهر الموالي بإذن المولى عز وجل. بالنسبة للوصفة الثانية، وصفة الزعفران، هي كتختلف في الاستعمال ديالها على وصفة الشيح. الزعفران أخواتي عندكم الاختيار، يمكن لكم تستعملوه مع الحليب الساخن، يمكن لكم تستعملوه بهذه الطريقة اللي غنشارك معكم دابا مع الماء الساخن. غادي ناخذ بعض من شعيرات، يعني القليل من شعيرات الزعفران، ما نكترش منه، ناخذ منه القليل ونضيفه في الكأس ديالي ونصب عليه الماء المغلى. ونخلي هاد الكأس هذا نغطيه ونخليه المدة ديال خمسة ديال الدقائق، ومن بعد نصفي هاد الشعيرات هاد الماء هذا ونشرب الكأس ديالي يكون ساخن يعني دافئ. خاصة حنا كيف ما كتعرفوا مقبلين على فصل الشتاء، خصنا ناخدو هاد المشروبات تكون ساخنة شوية ونحميو روسنا من البرد. الطريقة ديال أخذ وصفة ديال الزعفران، مرة واحدة كيتخاد مرة واحدة قبل النوم مدة ثلاث أيام، بنفس الطريقة قبل موعد نزول الدورة بثلاث أيام غادي نبدأ في أخذ هذه الوصفة. وإلا نزلت الدورة غادي توقفوا على الوصفات، يعني إلا تم نزول الدورة شهريا توقف على أخذ الوصفة، لأن كيف ما ذكرت لكم هناك بعض الأخوات اللي نزلت لهم الدورة من اليوم الأول بعد استعمال هذه الوصفات. إلا نزلت الوصفة إلا نزلت الدورة توقف على الأخذ ديال الوصفة. بالنسبه للوصفه ديال الزعفران، شعيره الزعفران مع الماء الساخن او الحليب الساخن، كتخاد قبل موعد نزول الدوره بثلاث ايام مره واحده قبل النوم، مره واحده قبل النوم. اما بالنسبه للوصفه ديال الشيح كتخاد اربع مرات قبل موعد نزول الدوره بثلاث ايام، تتخاد اربع مرات في اليوم. سمحوا لي الا كنت نكرر الكلام ديالي، لكن بغيت الاخوات يستافدوا من هذه الوصفات الطبيعيه البسيطه. بالنسبه للاخوات اللي كيعانيوا من امراض مزمنه او كيعانيوا من حساسيه من هذا من بعض من هذه المكونات، ضروري اننا نستشروا مع الطبيب ونغيروا المكون، لان هناك العديد من المكونات اللي كتؤدي لنزول الدوره الشهريه. دائما دائما كنوصي قبل استعمال الوصفات نلجؤوا عند الطبيب ونعرفوا السبب اللي عندنا، عاد يمكن لينا المرحله الثالثه وهي التوجه الى ما عندنا حتى شي مشكل صحي نتوجهوا للوصفات، لان الوصفات كتساعدنا بزاف، هي فقط للمساعده باش للعلاج، يعني تساعدنا على العلاج. كنتمنى منكم اخواتي اخواني الا كان هذا الفيديو كيستحق من يعني كيستحق التشجيعات ديالكم، ما تبخلوش عليا اخواتي، واللي عندها شي سؤال يمكن ليها طرحوا عليا، مرحبا بكم. دائما كيف ما كتعرفوا التواصل معكم فهو يعني واجب، وكنتمنى ايضا دعواتكم دائما معايا، ومرحبا بكم على قناتكم واسرتكم الصغيره جربوا حكم، وايضا على قناتكم الثانيه جربوا استفد، ودعواتكم معايا وتشجيعاتكم. والى اللقاء في حلقه قادمه باذن المولى عز وجل.